بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، بيسعدنا في هذه الحلقة أن تكون ضيفتي وضيفتكم هي الأستاذة سوسن زكي، مشرف برامج أول ببرنامج العربية براديو. في البداية برحب بك يا أستاذة سوسن. أهلا بيكي وكل المستمعين وكل متابعين البرنامج. في البداية تهنئة من كل مستمعينا لحضرتك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للبرنامج. شكرا ليكي ولكل المستمعين. لو بشيء من الإيجاز عرفنا المستمعين ببرنامج العربية بالراديو، مضمونه، هدفه، إيه اللي بيقدمه؟ برنامج تعليم العربية بالراديو هو أصلا أعد خصيصا لنشر وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جميع أنحاء العالم، وإحنا بنقدم البرنامج ده وبنبعت الكتب للمستمعين مجانا. هي خدمة بتقدمها الإذاعة المصرية لكل العالم وكل الجاليات العربية بره، لأولادهم طبعا، في ناس كتير بتشتكي إن أولادهم ما فيش لغة عربي، فإحنا بنقدمهم. البرنامج ابتدى يوم 6 فبراير سنة 66، وابتدى باللغة الإنجليزية كلغة وسيطة بيستخدمها لتكون هي الوسيلة لتعليم الناطقين باللغة الإنجليزية. بعد 3 سنين يعني سنة 69 ابتدى يقدم اللغة الفرنسية كلغة وسيطة، واستمر البرنامج فترة باللغتين الإنجليزي والفرنسي أو الفرنسي لحد لما ابتدى يدخل اللغة التركية كلغة وسيطة، وده تقريبا كان سنة 84. بعد كده ابتدى البرنامج يتوسع في شغله ويزود خدمات أكتر ولغات أكتر. دخلت اللغة الهوسة وهي لغة غرب أفريقيا، واللغة الأردو وهي اللغة تبع باكستان والهند. بعد كده ده كان سنة 93 تقريبا، في يناير 93، وفي يوليو 93 دخلت اللغة السواحلية وهي لغة شرق أفريقيا كلغة وسيطة، وابتدت المستمعين ابتدوا يرسلونا ويهتموا جدا، في تواصل عالي جدا وناس مهتمة بدرجة كبيرة جدا بتعلم اللغة العربية، لأن معظمهم عايز اللغة العربية عشان يقرأ القرآن، يقرأ القرآن من كتابه الرئيسي مش الكتب المترجمة، ويفهم ويهضم مضمون ومفهومه تمام. واللغة العربية طبعا لغة هي يمكن كتير قوي لغة صعبة، لكن بالعكس أنا لاحظت ناس كتير قوي تعلمه، وده بيبان من خلال خطابات المستمعين، لغة الضاد ولغة القرآن خصوصا بعد اللغة السواحلي. طبعا دخلت لغات أخرى بقى اللي هي اللغة الباشتو والفارسي والأندونيسي، وأصبحنا 10 لغات الحقيقة بنستخدمها كلغات وسيطة في نشر وتعليم اللغة العربية للعالم. بالنسبة للكتب هي عبارة عن 10 أجزاء، المرحلة الأولى عبارة عن 4 أجزاء بنبعتها كبداية للمستمعين يبتدوا بيها المرحلة الأولى، ومعها امتحان. المستمع اللي بيجتاز الامتحان بنديله المرحلة الثانية وبرضه 4 أجزاء، بعد كده بيدخل المرحلة الثالثة وهي عبارة عن جزئين. كل ال10 كتب حوالي 153 درس، والدروس بتتذاع في الراديو طبعا تباعا. المرحله الاولى بتتذاع يوم الحد من كل اسبوع، وبتتعاد يوم الثلاث علشان المستمع ما يقدرش يسمعها النهارده يسمعها الثلاث في الاعاده. المرحله الثانيه بتتذاع يوم الاثنين، وبتتعاد يوم الاربع. المرحله الثالثه بتتذاع يوم الخميس، وبتتعاد السبت في الاسبوع التالي دي. يعني المستمعين طبعا اللي هم بيتواصلوا معانا وبيستلموا الكتب بيبعتوا الامتحان. احنا دلوقتي طبعا ابتدينا نطور في البرنامج، فابتدينا نبعت الكتب بدل ما نبعتها بقى في البريد العادي، ابتدينا عملنا عليها سكاننج ونبعتها بالايميل للمستمعين. فطبعا المستمع بدل ما يبعت امتحانه بقى في البريد وكده بيصور امتحانه على السكانر ويبعته لنا نتصور بالسرعه للسرعه للانجاز، وكمان اسرع ويوصل مضمون يعني مضمون وصوله يعني. طبعا في كتير جدا المستمعين بيجيبوا درجات عاليه جدا، في بيجيبوا 100% وخطوطهم جميله جدا، يعني لدرجه انا بحس ان خطهم احلى من خطي يعني. ببقى سعيده جدا بقى لما بلاقي ناس فعلا بتلتحق. وبعدين احنا دلوقتي عاملين صفحات على النت، عاملين على لينكد ان. طبعا لينكد ان ده موقع يمكن ناس كتير يقولوا انتوا ليه عاملين عليه، ده موقع توظيف رجال اعمال، لكن الموقع ده فيه يعني ناس كتيره جدا واسع، وناس من بلاد العالم كله، فاحنا بنستغل الفرصه ان احنا نستقبلهم ونستقبل المستمعين دول، نبعت لهم منشورات نعرفهم بطبيعه البرنامج. فكتير جدا بيطلبوا يلتحقوا، فجالنا مستمعين كتير جدا من الموقع ده، عاملين صفحات على الفيسبوك وعلى تويتر. انا طبعا انا شخصيا عامله صفحه خاصه ليا، انا مش عايزه اقول لحضرتك قد ايه اقبال عليها. جميلة. وانا بستعملها يعني في تواصل بينك وبين الساده المستمعين جدا، تواصل شخصي، حتى حضرتك ليه موقع زي الاصدقاء، صفحه ليكي نتعامل زي الاصدقاء. جميل. وكمان انا الصفحه اللي انا عاملاها دي مش بس تعليم اللغه العربي،
لكن بس بعتبرها برضو صفحة بقدم فيها حاجات سياحية، بتبقى فرصة بقى طبعا دعاية. يعني داعي للسياحة لمصر وكده، وأي مناسبات تحصل في مصر بنزل عنها، وبعمل تهاني للمسيحيين في أعيادهم والمسلمين في أعيادهم. أستاذة سوسن، بما إن حضرتك بتشتغلي، نقول كام سنة حضرتك في البرنامج؟ ليا سنوات عمر طويل يعني، وصل لي ده يخليني يعني من السنين الكبيرة وتعايشك مع المستمعين باختلاف لغاتهم وثقافاتهم وحضاراتهم، نقول إيه التطوير اللي حضرتك شايفاه مناسب في الوقت المناسب في الوقت الحالي اللي إحنا بنمر بيه؟ هو طبعا احنا ابتدينا نطور في البرنامج، ان احنا ابتدينا نعمل زي او زي زملاء لما اقترحوا موضوع الاسكانر ده، وان هم نبعت كتب الاسكاننج. انا اصلا كنت مقدمه فكره ان شاء الله يعني هتتنفذ باذن الله، لنشر وتعاملين موقع على النت خاص بالبرنامج تعليم العربيه برجي. انا شايفه ان الكتب بتاعتنا كتب قيمه جدا، خساره انها تهمل او تضيع كده، لازم تتنشر للعالم كله، لان اتعمل فيها مجهود من ناس فعلا عندهم خبره، ناس خبره قوي في اللغه العربي وعاملين منهج رائع. والتواصل، التواصل بين الشخص نفسه ان هو يعني يحب اللغه عشان يخش بالظبط، وانا يتعلمها. هقدمها بشكل تفاعلي يعني، جميل هنحط قوي. الصوت على الكتابه، ان الكتاب انا عملت انجزت نصف يعني نص المشروع تماما، وان شاء الله ناقص التقنيه الهندسيه بقى تتنفذ عليه، ويبقى موقع رائع، مش بس هيخدم العربيه بالراديو ولا الشبكه الموجهه، ده هيخدم الاذاعه المصريه ويخدم مصر نفسها، لما يكون طالع من مصر موقع لنشر اللغه العربيه وبلد الازهر وبلد القران. دايما فيعني ان شاء الله اتمنى ان شاء الله المشروع يتم وينجح. مشروع موفق ان شاء الله. استاذه سوسن، نقول الفتره اللي مرت بها مصر، بنقول حطتنا كتير من التحديات، وتحدياتنا دلوقتي ان احنا نتواصل مع العالم الخارجي، نتواصل مع العالم الخارجي من خلال مشاكلنا الداخليه ونعرضها بالشكل المناسب. حضرتك شايفه ان تعلم الخارج مصر اللغه العربيه ده هيربطنا اكتر ويخلي على يعني على كتفنا ان احنا نقدم مشاكلنا بالشكل المناسب للاخر او التعامل مع الاخر؟ هو الحقيقه احنا من خلال برنامج تعليم اللغه العربيه مش دورنا ان احنا نقدم مشاكل ولا نقدر نظهر مشاكل اصلا، بالعكس احنا بنجذبهم اكتر وبنبين لهم اجمل ما في مصر. ومهما حصلت ايام الثوره وايام كل ده، احنا كنا بنوريهم الاماكن الجميله اللي في مصر، ما زالت مصر يعني رائعه بخير. وبخير ومجهزه لاستقبال اي حد يجي. ودايما انا كنت احط لهم، بدخل على الموقع بتاع وزاره السياحه واخد فيديوهات سياحه ارشاديه عن اللي فيها مصر، تفاؤل فيها وزيارات تفاؤل جميل وسياحه. جدا طبعا. فاحنا وفعلا المستمعين ما حسوش باي مشاكل في مصر خالص، جميل جدا. وحتى يعني وبنطمنهم على اللي في الداخل بالظبط. وكمان الجاليات العربيه اللي بره مصر وكده، ان شاء الله يعني يتواصل معاهم باكتر لما يتنشر بقى وده اللي كنت يعني. هسال ليه حضرتك دلوقتي، يعني دورنا كالتواصل او التعامل او الاشتراك معانا ومع الجاليات المصريه اللي موجوده في الدول دي، ما هو طبعا من خلال ان احنا ده ضروري ده جدا. ضروري جدا طبعا. وبعدين ده في يعني برامج اكيد في الشبكه رائعه بتتواصل معاهم وبتقدمهم خدمات خاصه بمشاكلهم هم في الخارج أيوة. او حاجه تتعلق بيهم. احنا بس دورنا ان احنا نحاول ان احنا ننشر اللغه العربيه كلغه اساسيه، نتمنى انها تكون لغه اولى في العالم. وكتير جدا مسامين، مش عايزه اقول لحضرتك، في واحد بعت لي قال لي اللغه العربيه اصبحت لغه عالميه، جميل. وفعلا هي كده حقيقي يعني. جميل. فانا يعني نفسي فعلا ان احنا نكون سبب لنشر اللغه العربيه، إن شاء الله. والعالم كله يعرف من خلال الناس اللي بتتعلم عربي، هتقدر ان شاء الله انها تقرا عننا صح، ما تقراش الكلام اللي بيتقال علينا وترجمات اللي ممكن تكون فيها وجهات خاطئة. نظر، ممكن فيها رؤى مش مناسبه لينا، لكن احنا نقدر تصحيح. تصحيح طبعا، يقدر يقرا من على لساننا احنا وعلى اخبارنا الحقيقيه يشوفها من عندنا، لو عارف اللغه العربي صح يعني. مظبوط. فربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. استاذه سوسن، بما اننا بنحتفل بالاحتفال باليوبيل الذهبي، امنيات حضرتك لبرامج العربيه بالراديو، التطوير اللي ممكن يكون، ازاي نجذب الناس الينا ان هم يستفيدوا اكتر من القران وكل ومفهوم القران وشرحه بالشكل المناسب؟ هو طبعا ان شاء الله يعني زي ما قلت حضرتك المشروع ده اللي هيتقدم أيوة. هو بس مش هيبقى مجرد كتب منشوره يعني موجوده كلام وعليك صوت، لا ده احنا كمان هنعمل زي اولا هنعمل جوائز ان شاء الله للي يتواصل معانا، واللي مثلا ينجح في الامتحان ممكن نديله جائزه قيمه. ممكن ان احنا نعمل انا من ضمن زياره للمواقع السياحيه بالظبط يعني، نتواصل مع الجهات الاخرى اللي موجوده في مصر انها ازاي تتفاعل مع المسلمين بتوعنا اللي هم فعلا يعني قدروا ان هم يتعلموا من خلالنا، وعايزين يجوا بقى يشوفوا مصر ويتكلموا مع الشعب المصري بلغته. فان شاء الله ان يعني. شاء الله. استاذ سوسن، يمكن برضو من الاخبار اللي جت دلوقتي في دماغي، ان في دلوقتي بقت وزاره خاصه للمصريين في الخارج وفي شؤون الهجره والمصريين في الخارج، دي برضو كانت ممكن تبقى لينك بيننا وبين اللي في الخارج وتتواصلوا معاها برضو. ما فعلا المفروض ان شاء الله، بس طبعا المصريين في الخارج احنا يهمنا الجاليات اللي عندهم اولاد يعني الجيل الثاني، الجيل الثاني اللي هو ما بيعرفش عربي. هو ده اللي يهمنا احنا نتواصل معاه، فاحنا ممكن من خلال الوزاره دي أيوة. نعمل تنسيق بينهم وان احنا نتواصل معاهم
ونوصل لهم حتى الرساله بتاعتنا، بحيث ان هم يستفيدوا برضو من يعني الخدمه اللي بتقدمها الاذاعه الجميله دي. والاسر المصريه يا فندم الموجوده في الخارج دورها ايه عشان يقول تلم اولادها حوالين تعليم اللغه اللغه العربيه، تعلم الكلام داخل البيت باللغه العربيه، سمعان القران بفتره اكبر، ايه دور الاسره في المفروض ان هي طبعا ان هي تعلم تحتوي الاولاد، هي تحتوي الاولاد، وانها كمان تحببهم ان في البرامج العربي ان هم يحاولوا يبحثوا عن البرامج العربي بتاعتنا المصريه مواعيدها ومواعيدها وكده، لانها بتقدم برضو في برامج عندنا بتقدم رسائل مهمه للاولاد ممكن تفيدهم حتى في سلوكهم، ممكن سلوكياتهم ونفسياتهم، لان هناك بره طبعا العادات يعني عادات مختلفه، وهنا بقى ممكن يشوفوا العادات بتاعتنا وكده ويحكوا معاهم ويحكي لهم خبراتهم، ما هي الخبره بجانب الزياره مثلا هنا ينزلهم مصر طبعا متكرره، ويا ريت لما ينزلوا مصر يودوهم في الاماكن الجديده بقى اللي هي اتطورت في مصر واصبح فيها اللي سمعوه يطبقوه على يشوفوا بقى الدنيا. استاذه سوسن نقول لحضرتك تقدم لنا تهنئه لمستمعينك من خلال ميكروفون البرنامج بمناسبه الاحتفال بالوبين. انا طبعا احب الاول في البدايه اهني كل زملائي وكل العاملين في اداره العربيه براديو، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنوات الجايه تكون افضل للبرنامج ولينا كلنا. بالنسبه للمستمعين طبعا اتمنى ان هم يتواصلوا معنا دايما ويبعتوا لنا ايميلاتهم، علشان احنا ان شاء الله نكون قادرين ان احنا نعلمهم العربي صح، وكل سنه وهم طيبين جميعا، وشكرا ليهم ان هم بيتواصلوا معانا. لكاتبه العمل داخل برامج العربيه براديو بنشكر حضرتك ونتمنى لك بالتهنئه وان شاء الله بالتوفيق وبكل ما هو حديث ومتطور داخل هذا البرنامج. ربنا يخليك كل سنه وانتم طيبين جميعا. شكرا.